ويمكن زي ما كنت بقول لكم في الأول في النهاية إنه سحب الأزمة الأوكرانية على ما يبدو هي ملبدة أكتر مما ينبغي، والتصعيد أصبح شديد ما بين كافة الأطراف. يعني احنا شفنا التصعيد الروسي على نطاق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشفنا أيضا الرد الآخر المزيد من التصعيد على مستوى التصريحات من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شد الحقيقة، يعني كم زي ما يسمى كده تنشن، الأوتار الأحبال جميعها مشدودة على أقصاها. نتمنى ان مفيش حاجه تتقطع والا ينفلت الموقف. ظلال هذه الازمه الاوكرانيه الروسيه بتخيم على اوضاع ايضا يعني كثيره على مستوى العالم. بالتاكيد احنا في مصر عندنا جاليتنا، يعني فبالتاكيد احنا بيبقى مهم عندنا ان احنا نطمن على الجاليه وعلى اوضاعها وعلى سيناريوهات التعامل مع الوضع ايا كان هيبقى ماشي ازاي. والله ربنا يسر الحال والامور هديت واستقرت والتعامل بقى هادئ، خير وبركه. لا قدر الله ما حصلش، نبقى احنا عارفين ايه اللي هيحصل. بس اهم حاجه على الجميع أن يثق في أن مصر تواصلها مستمر مع ولادها في كل حتة في الدنيا. احنا معانا على التليفون الأستاذ أحمد محمد السعيد، وهو نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، أخبار حضرتك؟ احنا الحمد لله، طمنونا عليك، ودي أهم حاجة. احنا الحمد لله بخير. أنا في البداية حابب أشكر حضرتك على التواصل، وحابب أذكر معلومات بسيطة عن الجالية المصرية في أوكرانيا. اتفضل. الجالية المصرية في أوكرانيا عددها يقدر بالألاف، معظمهم من الطلاب، فاحنا حابين ان احنا يعني نطمن الأهالي ان الوضع مستقر الى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. حركة الطيران بين مصر وأوكرانيا منتظمة، ما فيش اي حاجة نقدر نقول ان هي يعني تدعو للقلق الى الآن. كويس والحمد لله، ده ممتاز. طيب تمام. احنا بالتأكيد كمان عندنا هنا في مصر جالية أوكرانية أيضا، هم في منتهى الأمان، عايشين في مصر بقالهم يعني تقريبا حوالي 25 سنة دلوقتي، والأمور برضو مستقرة. سؤالي هو، لا قدر الله إذا زاد التوتر أو زادت حدة التوتر في هذه الأزمة، إيه هي السيناريوهات بتاعت جاليتنا في أوكرانيا، سواء إذا كانوا من الطلبة أو من غير الطلبة، من الناس اللي استقرت وعاشت وفتحت شغل وفتحت بيوت هناك؟ أنا حابب أطمن حضرتك وأطمن الجميع إن في تنسيق ما بين السفارة المصرية في أوكرانيا تحت رعاية السيد السفير الأستاذ أيمن الجمال، تمام، وزارة الخارجية المصرية والحكومة المصرية أكيد، والجالية المصرية في أوكرانيا. إحنا متابعين للموقف بشكل تام ومتابعين للأوضاع وتطور الأوضاع. لحد الآن مفيش على الأرض أي مشاكل، دي إحنا حابين نوضح إن دي مشكلة حدودية، يعني هي في المناطق الحدودية. أوكرانيا دولة كبيرة من حيث المساحة، ثاني أكبر دولة في أوروبا، تمام؟ يعني المحافظات الثانية اللي أغلبية المصريين مقيمين فيها، تمام؟ مفيهاش أي تطورات. في لا قدر الله في حالة إن الأمور هتتصاعد، هيبقى في توترات، هيبقى في كلام، في خطة به طبعا إن هو في عملية إجلاء. إحنا مصر أول دولة عملت تحرك إيجابي جدا وعملت حصر المصريين المتواجدين في أوكرانيا، تمام، تقريبا من أسابيع، تمام، وعندنا بيانات أغلب المصريين الموجودين في أوكرانيا، وإن شاء الله في حالة أي تطورات هيكون اكيد في مساعده في عمليه الاجلاء طبعاً، وهيكون في تواصل. وفي كمان احنا كجاليه مصريه، الجاليه المصريه في اوكرانيا البيت المصري، احنا ضفنا ارقام، تمام، على مدار الساعه ارقام للطوارئ، اي حد بيتواصل معنا احنا موجودين، والسفاره المصريه قامت بنفس الدور وفي رقم للطوارئ ومتابعين للموقف تمام. ولحد الان ما جاش ولا اتصال يعتبر أو طلب للنجدة أو أي شيء، لأن الأمور كلها مستقرة، السلع متوفرة، في أمان، الشرطة متواجدة، ما فيش أي حاجة نقدر نقول إن إحنا كمصريين مقيمين هنا على أرض أوكرانيا لاحظناها.
لا بإذن الله الأمور هتستمر بخير. يعني أنا حاسس أن التوتر مش هيزيد عن كده، وهيتم نزع فتيل هذه الأزمة في القريب بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أنا بس عايز أطمن كل أهالينا اللي ليهم أولاد بيدرسوا هناك في الجامعات الأوكرانية، أيضا كل أهالينا اللي ليهم أبناء أو بنات عايشين هناك في أوكرانيا ومستقرين.